مرحبا وأهلا وسهلا فيكم، إن شاء الله دائما تكونوا بخير. تسارعت الأحداث وعندنا خبر سيء لمحبي الآيفون، وخبر مخيب للظن للناس اللي عم تنتظر الآيفون 15 برو و 15 ألترا. بعد ما كان مقرر أنه أبل تستبدل أزرار الصوت بأزرار لمسية وتحوله لزر واحد طويل مثل ما حكينا عن تسريبات الآيفون بالفيديو السابق اللي سربها مينغ شي كوا المعروف عن تسريباته الصحيحة والدقيقة للآيفون. مينغ شي كوا بيعرف عن حاله انه هو محلل يشارك الملاحظات والتنبؤات حول اتجاهات صناعة التكنولوجيا. هاي التغريدة القديمة اللي عم يحكي فيها عن انه أبل قررت استبدال أزرار الصوت بأزرار لمسية. رجع هون غرد مرة تانية انه الشركات اللي بتصنع الأزرار اللمسية واللي بتصنع المحركات او التابتك انجين، هاي الشركات حتتأثر سلبا بسبب قرار أبل المفاجئ بالعدول عن خطوة الأزرار اللمسية. طبعا احنا هون ما عندنا مصدر واحد للتسريبات، في اكثر من مصدر، لكن المصادر اللي عم نحكي عنها هي اهم مصادر اللي بتسرب تسريبات دقيقة عن الايفون. وعندنا كمان مصدر تاني مشهور بتسريباته الدقيقة عن الايفون اسمه Unknowns21. هذا الشخص عم يقول انه كمان باللحظات الاخيرة ابل قررت التراجع عن خطوة الازرار اللمسية والعودة للازرار الموجودة بالايفون 14 برو و 14 برو ماكس. ونفسه هذا المصدر أعطانا صورة للأزرار اللمسية وفيديو كمان عم يورجينا كيف كان شكل الأزرار اللمسية فيما لو أبل استمرت بالخطوة تبعها وما تراجعت باللحظات الأخيرة. شو هو سبب قرار أبل المفاجئ؟ في عدة احتمالات. الاحتمال الأول بيقول يمكن يكون السبب هو نقص بإمدادات التوريد لأحد القطع الداخلية، أو ممكن يكون لأسباب فنية أو أسباب تقنية أخرى، أو ممكن يكون السبب هو لإجراء المزيد من المراجعات والاختبارات للأزرار، لأنه مثل ما بتعرفوا أبل ما بتنزل ميزة إلا تتأكد 100% إنه هالميزة مفيدة وإنه عم تعمل بشكل صحيح وبشكل نظامي. أو ربما محاولة متعمدة من أبل للتضليل، مع إنه هذا الاحتمال ضعيف لكن ما يزال احتمال قائم بسبب كمية التسريبات الضخمة اللي تسربت عن الآيفون 15 برو و 15 ألترا. بجوز أبل قررت بالنهاية إنه تعمل للناس نوع من أنواع التضليل، واللي بيعزز هاي الفرضية إنه أصلاً أبل اشترت الأزرار اللمسية والمحركات اللي حتستخدمها بالأزرار. دايماً الشركات الكبيرة في عندها البلان بي أو الخطة باء، على الأغلب أبل راحت على الخطة باء وهي إنه حتضل الأزرار تبع الصوت نفس الأزرار الموجودة بالآيفون 14 برو و 14 برو ماكس مع بعض التعديلات الطفيفة. بإمكاننا نتوقع أيضاً تكون الأزرار اللمسية بالآيفون 16، هذا الشيء لساته بكير عليه، لسه باقي حوالي سنة ونص. بسبب إلغاء أبل للأزرار اللمسية باللحظات الأخيرة صار صعب علينا أنه نعرف شكل الأزرار بشكل دقيق. لحد الآن كل الأزرار اللي طلعت صورها هي عبارة عن تكهنات وتوقعات، لكن ما في أي صورة بتأكد شكلها الجديد. وهون في عنا تغريدة من Unknowns21 عم يتوقع فيها شكل الأزرار الجديدة، وكمان في فيديو. وإلغاء الأزرار اللمسية من 15 برو ومن 15 برو ماكس ما رح تأثر على زر الوضع الصامت اللي أبل فعلا قررت إنها تغيره، حتى إنه تسربت شو هي الفانكشن بإمكانك تبرمجها بزر الوضع الصامت موجودين بهي التغريدة. هلأ بالنسبة لزر الباور، على ما أعتقد رح يضل نفس الزر الباور الموجود بآيفون 14 برو بناء على التسريبات السابقة وبناء على التسريبات الحديثة. حنلخص أهم التغييرات اللي صارت بالآيفون 15 برو و 15 برو ماكس. لنبدأ من الشاشة، الشاشة حتكون 6.1 إنش بالنسبة للآيفون 15 برو و 6.7 إنش بالنسبة للآيفون 15 برو ماكس أو ألترا. هاي الشاشة حتكون OLED بتقنية تصنيع 28 نانومتر. طبعا أول مرة أبل بتستخدم هاي التقنية بتصنيع الشاشات تؤدي لتوفير بالطاقة وتخفيف استهلاك البطارية. حيكون سطوع الشاشة 2200 وحواف الشاشة حتكون 1.55 ملم كأضيق حواف لشاشة موجودة حاليا بالسوق. بالنسبة لمستشعر القرب أو البروكسيمتلي سنسور حيندمج مع دايناميك آيلاند، حيصير تحت الدايناميك آيلاند. هذا الشيء بيؤدي لتوفير بالمساحة. طبعا مهمته هذا البروكسيمتلي سنسور أنه يستشعر الأجسام القريبة، فمثلا أنت بس تحط ابنك على السماعة مشان تحكي تليفون تلقائيا بيفصل الشاشة. التصميم طبعا أبل عودتنا كل 3 سنوات تعيد تصميم الجهاز.
هاي السنة عادة تصميم الآيفون سابت الحواف كيرف أكتر وغيرت الماتيريال المستخدمة من الستال ستيل للتيتانيوم. التيتانيوم هو معدن أقوى وأخف من الستال ستيل وبيعلق البصمات عليه بشكل أقل، وبنفس الوقت بيعطي للجهاز متانة وخفة وراحة بمسكة الإيد. باعتبار حكينا عن التصميم، جزء لهيك جزء من التصميم هو المداخل. وأخيرا أبل تحولت لليو اس بي تايب سي وانتهينا من مدخل اللايتنج بورت. هذا الشيء حيعطي الجهاز سرعة أفضل بنقل البيانات، سرعة أفضل بالشحن. فعلى اعتبار أنه مثلا إذا بدنا نجي نحكي الفرق ما بين اليو اس بي تايب سي وما بين اللايتنج بورت، سرعة اليو اس بي تايب سي تصل حتى 40 جيجا بت بالثانية، بينما سرعة اللايتنج بورت لا تتعدى 480 ميجا بأحسن الأحوال. هون بدي أتوقف شوي لخبركم أنه شركة أبل كانت تربح أرقام فلكية فقط من اللايتنج بورت. في مواقع زعمت أنه أبل ربحت 43.5 بليون دولار فقط من بيع كابلات اللايتنج بورت ومن بيع التراخيص للشركات اللي بتصنع الكابلات اللايتنج بورت. هلا ما فينا نتأكد من صحة الأرقام، لكن أبل ما رح تتخلى بسهولة عن هاي الأرقام الكبيرة اللي عم تجيها من مدخل اللايتنج بورت ومن الكابلات. من شان هيك في عدد من التسريبات قالوا أنه لازم الكابل بدك تشحن فيه تليفونك الآيفون 15 برو و 15 برو ماكس يكون متوافق مع معيار الـ MFI للاستفادة من كامل طاقة المدخل تبع الـ USB Type-C. هلأ هذا الشيء بفرق قرار الاتحاد الأوروبي من مضمونه، لأنه الاتحاد الأوروبي طلع بالقرار لتخفيف النفايات الإلكترونية. طيب أنا كيف بدي خفف النفايات الإلكترونية وأنت بدك تخليني اشتري كابل جديد فقط مشان يتوافق مع الجهاز تبعك؟ وبالنسبة لمدخل السيم، رح تنضم دول أوروبية جديدة لقائمة الآيفون اللي من دون مدخل سيم. بعض التسريبات حكت أنه فرنسا حتكون أول دولة أوروبية حينزل فيها الآيفون 15 برو من دون مدخل سيم فعلي. طبعا هذا الشيء غير مستبعد، لأني أنا مقيم بفرنسا وبعرف كل شركات الاتصال هون عندها موضوع الإي سيم موجود من زمان، وفي بإمكانك تفعله بسهولة وما بيختلف بالسعر عن السيم العادية. هلا نروح على الكاميرا. طبعا الكاميرات الثلاثة كلها حجمها صار أكبر، ومكان الكاميرا أصلا صار حجمه أكبر، وبشكل عام صارت الكاميرات أسمك وأكبر بناء على عدد كبير من المراجعات. دائما الآيفون كان متفوق بالفيديو، عنده تصوير فيديو كتير جميل، عنده تصوير الصور الثابتة كتير حلوة. كان عنده نقطة ضعف بموضوع التقريب، بموضوع اللقطات البعيدة. من شان هيك هاي السنة أبل أضافت عدسة البيروسكوب، يلي هي العدسة مهمتها إنها تعمل زوم أكثر من 6 إلى 10 مرات أكثر، وبالتالي تحسين اللقطات البعيدة. فبهي الحالة صار الآيفون جهاز تصوير متكامل. نحن عم نحكي هون عن الآيفون ألترا أو الآيفون 15 برو ماكس. بالنسبة للمعالج رح يكون A17 بايونيك شيب يلي أبل بتصنعه لحالها بتقنية تصنيع 3 نانومتر. هاي التقنية أول مرة أبل بتستخدم تصنيع المعالجات مع 8 جيجا رام. هذا الشيء بيؤدي لأنه المعالج يكون أفضل بالأداء، وأكيد حيوفر البطارية أكثر. هذا المعالج حيكون موجود أكيد بأجهزة الآيفون 15 برو و 15 برو ماكس أو ألترا، لكن نحن ما نحن متأكدين إذا هذا المعالج كمان هاي السنة حتحطه أبل مع الآيفون 15 أو حتكتفي بمعالج السنة الماضية اللي هو الـ A16 بايونيك شيب. وفي تسريبات جديدة حكت انه ابل هاي السنة حتستخدم مودم من شركة كوالكوم بتقنية واي فاي 6. هاي التقنية جديدة لأول مرة بتستخدمها ابل بأجهزتها، الأسرع والأحدث من الموديلات السابقة. أيضا عم ننتظر نظام التشغيل iOS 17 مع تحديثات كبيرة على السيستم. نتمنى انه ابل هاي السنة تضيف الملتي تاسكينج على الآيفون. السعر، في تسريبات حكت انه حيكون السعر أغلى بحوالي 20%، لكن توقعي الشخصي أنا بتوقع يكون الآيفون 15 برو ماكس أغلى على الأقل ب $100 إذا مو أكتر. بهالفيديو بذلت أقصى جهد لأجمع لكم المعلومات الدقيقة والصحيحة عن تسريبات الآيفون 15. حاولت قدر المستطاع ما أهمل أي مصدر مهم أو مصدر موثوق للمعلومات. ياريت تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. هذا الشيء بيساعدني ويشجعني على الاستمرار بتقديم المحتوى التقني الدقيق والمفيد. إذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والمشاركة مع أصدقائك. اكتبوا لنا رأيكم بالتعليقات، هل في ميزات معينة تتمناها تكون موجودة بالآيفون 15؟
تحياتي، إلى اللقاء.